برغم الأجواء الماطرة والباردة في مدينة إسطنبول، مسيرة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة باستمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تجاوز يومه 90. يرفع المشاركون هنا الأعلام الفلسطينية وأيضا شعارات تدعو إلى وقف الحرب بشكل عاجل ووقف أيضا المجزرة، لافتات تندد باستمرار المجزرة لمدة 3 أشهر أمام مرأى ومسمع الدول الكبرى والمجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شعارات من قبيل أوقفوا المجزرة، أوقفوا الحرب على قطاع غزة وغيرها من الشعارات وأيضا الهتافات التي تردد في هذه المسيرة في مدينة إسطنبول بهدف الضغط من أجل إيصال رسالة وقف هذه الحرب وهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تجاوز يومه 90 وتسبب في ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.